السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير، صحتكم لاباس. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم فيديو على الجبن، طريقه التحضير ديالو في المنزل بمقادير بسيطه. نخليكم مع الفيديو. بداو في تقديم المقادير. بسم الله، خديت 1 لتر ديال الحليب. خديت انا حليب ديال المزارع، من الاحسن يكون حليب ديال المزارع، الا ما كانش نقدر نعوضه بالحليب ديال العلب، غير هو خاصو يكون كامل الدسم. خديت 2 علب ديال ياغورت طبيعي ناتشور بدون نكهه وبدون سكر، وملعقه صغيره ما عمراش ديال الملح، غير شويه، ملعقه صغيره ما عمراش. شوفوا الكميه. نبداو في التحضير. دابا صافي، حطيت الحليب على النار، غنخليه حتى يغلى مزيان، عاد غنزيد عليه الملح. صافي، دابا ها هو كيغلى، نزيد عليه هذيك المليحه ونخلط مزيان. نزيد هاد 2 ديال الياغورت. نضرب ونحرك في نفس الوقت. نحرك مزيان، نخليه يغلى 7 دقائق ونطفي عليه. صافي، دابا دازت 7 دقائق، كيتجمع كيولي هكا، كيولي الماء بوحدو والجبن بوحدو. صافي، دابا غنطفي عليه وغنخليه حتى يبرد تماما، عاد نصفيه. ملي خليتها تسقطرات مزيان في الصفايه، كناخذ وكنديرها في هذه الشبيكه باش تاخذ الشكل ديالها وتكمل تسقطر. غندخلها دابا للثلاجه، نخليها ليله كامله، عاد حتى الغد ان شاء الله عاد نستهلكوها. خذوا معلقه نحاول نقادها شويه هاد السطح ديالها. صافي، دابا ندخلو الثلاجة. صافي، دابا ملي بات كناخدو طبسيل وكنقلبوه فيه. كيجي زوين، كيجي على هاد الشكل، شوفوا كيفاش كيجي. كيجي زوين ولذيذ، كنتمنى تجربوه. يلا حبيباتي، الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وابوني وبارطاجوا الفيديو مع اصدقاء ديالكم، ونتمنى في رعايه الله والى وصفه قادمه ان شاء الله. سلامه.